السلام عليكم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Class today we will continue with سورة الفيل. سورة الفيل. And we will apply a basic تجويد rules as usual. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, you can repeat after me. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل. ألم ترى كيف فعل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Okay, class as usual, we'll do the first ayah, Irab, and then we will continue. Alif, Hamza, Fata'a. A. Lam Fata'la. على بمسك نم علم تفتت علمت رفتر علم ترى قفتقا قا يسكني قاي ففتفا كيف ألم ترى كيف ففتفا فا عين فتعا فاعا لم فتلا فعلا ألم ترى كيف فعل رفترى را ب شد كسر رب قفتقا ربك ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى كيف فعل
ربك بكسر ب ألف همزة فتاء ب صاد سكنس بأس حفتح بأصح بكسر ب بأصحاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب لم سكنل في كسرة في الفي يسكني الفي لم كسر لي الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل ألم يجعل كيدهم 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 ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم وأرسل عليهم وأرسل وأرسل عليهم عليهم وأرسل عليهم
طيران أبابيل. طيران أبابيل. طيران أبابيل. وأرسل عليهم طيران أبابيل. ترميهم ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. Okay, class, this is the last ayah now. I'll try to repeat it, okay? Repeat after me. Thank you. فَجَعَلَهُمْ 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 كعصف مأكول. كعصف مأكول. كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم في تضليل.
وأرسل عليهم. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. So class today we finish سورة فيل إن شاء الله. We will continue with the next سورة. Don't forget to like, subscribe and share. And don't forget to put your comments as well. Thank you and have a great day. You want to read and understand the Quran in Arabic, to speak Arabic with your friends, to hold conversations with locals when traveling. But Arabic is one of the hardest languages in the world to learn. Don't worry, we have the solution.